سنية تلميذة مقبلة على البكالوريا هذه السنة بولاية مستغانم، تقضي معظم وقتها في المكتبة الرئيسية رفقة صديقتها كوثر لمراجعة الدروس وحل التمارين معاً. فحسب رأيها هذه الطريقة الأفضل للتحضير للامتحان المصيري الذي لم يبقى عنه إلا أيام معدودات. شهادة البكالوريا في غضون هذه الأيام القليلة اللي بقات لنا لموعد البكالوريا، الأيام المرحلة الحاسمة، اختارينا المكتبة كمكان نراجعوا فيه نظرا لوجود الهدوء والمراجع التي تساعدنا، وأيضا ننجموا نتلاقاو أنا والزملاء تاعي ونتبادلوا الخبرات. كما اليوم راني أنا وزميلة كوثر رانا نحفظوا في الجغرافيا، كل واحدة يكون عندها نقص تكمل الثانية. ياسين هو الآخر يقصد هذا المكان لملاقاة صديقه عبد الجليل من أجل تبادل المعلومات فيما بينهما، كونهما لم يوفقا سابقا وتعتبر المحاولة الثالثة بالنسبة لهما. المرة كما هذه المرة الثالثة اللي راني نجوز فيها البكالوريا، كانوا عندي واحد النقائص في شي مواد كيما في الفلسفه، كيما الادب العربي، كاين واحد المواد شويه صعاب شويه ناقص فيهم، هنايا المكتبه باش نراجعوهم. التلاميذ كلهم امل في النجاح وكسب رهان البكالوريا على غرار سنية وياسين وغيرهم بعد تعب وسهر لليال وشهور.